مباريات بإيقاع عالي في ظرف أقل من أسبوع. كرة من أسامة، أسامة يفسح المجال من الطرف الأيمن، لكن بالخطأ كرة في التماس لمصلحة أولمبيك أسفي. تتحول كرة لوسيس سيف الدين كحلوي وضربة خطأ. في ظرف أقل من خمس سنوات يعني لاعبين مشجعين الكمال الوصيل العميد اللي لعب لي مواسم كثيرة مع لوسيس مخليوا الكمال ورجعوا لوسيس في جيله الحالي. كرة من حمزة خبا مبعدة من يوسف تراوري وسينو بوي أوسينو ضغط على حامل الكرة مشات كرة أوسينو السنغالي أوسينو وتدخل الحارس الحكم يكون ضربة جزاء لمصلحة أولمبيك رينغا. يتدخل الحكم باللوط للإعلان عن ضربة جزاء لمصلحة أولمبيك رينغا. لا أدري ما حدث بالضبط في كرة الإعلان عن ضربة جزاء إعادة من زاوية أولى كرة أوسينو من زاوية ثانية. شخصيا صعب علي ونقول ضربة جزاء سليمة أولى ربما الحكم والفار معا سيحسمان قراري وأعلن عن ضربة جزاء لمصلحة أولمبيك رينغا. رضا لاجوج في تنفيذ ضربة جزاء يبحث عن هدف إضافي يقوي به حظوظه للتتويج بلقب هدف البطولة الوطنية. رضا لاجوج مختار مجيد مختار ورضا الحكم ينبه مختار يقول له ما لازمش انك تجاوز خط المرمى ممكن انه الضريبه تكون قاسيه كما حدث في مباراه دورها النصف النهائي لكاس العرش حسنيه قديره المرمى التطواني وخطا الحارس رضا بونكاع. ضربه جزاء لاولمبيك رينغا رضا لاجوج في التنفيذ كره لاولمبيك رينغا تسدد والهدف الهدف الاول في المباراه. رضا يرقص على ايقاعات لاجوج لاجوج يطرب من نقطه الجزاء تصبح النتيجه سد هدف لصفر هدف لصفر لمصلحه اولمبيك رينغا في حدود الدقيقه 57 من المباراه من نقطة الجزاء. وسقوط مختار مجيد يبدو لي متأثر بالإصابة اللي تعرض لها مختار اللي نتمنوا أنه يكمل المباراة سالما معافى بالحارس المشهد رضا الأجوج هدف لصفر لمصلحة أولمبيك رينغا. الإعادة للكرة تسدد في مرمى مختار مجيد أولمبيك رينغا هدف لوسيس ولا شيء هدف يخلينا نشوفه ونتابع مباراة مختلفة تماما لما تابعناه في الدقائق الماضية. رضا يتنافس بشكل كبير على لقب هدف للبطولة الوطنية. كرة من مادي خالص تدخل خط وسط أولمبيك رينغا زين دندراك إيداغو تشيمبامبا داغو تشيمبامبا كرة من دور خطأ للوسيس مشات لداغو عمل كبير يقوم بدفاع لوسيس استخلاص الكرة الماضية من زكريا الهلالي صراع على الكرة محمد مرابط يتحصل على ضربة خطأ محمد مرابط تعطينا هدف في مباراة اليوم. لوسيس يضغط بحثا عن هدف التعادل عنده عدد كبير من اللاعبين المؤثرين الحكم يدخل ويعلن عن ضربة خطأ لمصلحة أولمبيك أسفي. محمد مرابيط فرصة أمام هذا الفتاة لاستغلال كرة ثابتة وبطاقة لسعد لاجرو. كيف سيتم التعامل مع النصف ساعة الأخيرة من طرف أحمد العجلاني الذي يراهن على حسم الانتصار في هذه المباراة وعلى المدرب محمد البسار الذي لا يرغب في السقوط في فخ الخسارة في هذه المباراة. خسارة غادي تكون شوية صعبة في مباراة اليوم لناديين معا. الكلمة المسموعة اليوم هي كلمة الانتصار الانتصار لمن سيعود. التردي قد غاية في الأهمية كرة ثابتة للوسيس أولمبيك أسفي صعود كلاوديو باقي رفاق في منطقة الجزاء هدف التعادل للوسيس عبر مادي خلاس الذي يتمكن من تسجيل هدف التعادل. ارتقى براسه لوحده مادي خلاس يعيد التوازن من جديد المباراة من كرة ثابتة. قلتكم هذه مباراة كرة ثابتة تصبح